النهارده عندنا شقة داخل مبنى مستقل في الطابق الثاني. الشقة نظام دوبليكس. الشقة من مساحة الصافية 316 متر، مساحة صافية على طابقين. انا عندي في الطابق الاولاني دوت اللي انا فيه عندي غرفتين وحمام ضيوف ومطبخ وصالة وغرفة لغسالة الملابس والغرفتين ماستر، وعندي فوق تلات غرف وصالة برضو منهم غرفتين ماستر. اول حاجة هنا عندي هبدأ، عندي هنا دي غرفة، الغرفة دي فيها الحمام الخاص بيها، عندي هنا ده الحمام، ودي مساحة الغرفة. بنيجي بعد كده عندي هنا دي غرفة لغسالة الملابس، عندي هنا ده المطبخ، المطبخ مساحته كبيرة. بيجي معاه بلكونة، البلكونة بتاعته مقفولة ازاز. طبعا الشقة في يوفاجيك قريبة جدا من جميع الخدمات. عندي هناك ده البحر هنشوفه من التراس. نيجي بعد كده عندي دوت حمام صغير، حمام ضيوف. نيجي هنا دي الصالة، الصالة مساحتها كبيرة. عندي هنا ترابيزة الطعام، ممكن الجزء اللي فيه ترابيزة الطعام ده يتقفل نعمله غرفة، بس كده كده الشقة يعني مساحتها كبيرة. عندنا فيها خمس غرف واتنين صالة. عندي في بلكونة، عندي هنا شباك كبير، عندي بلكونة صغيرة هنا برضو مقفولة ازاز وطلة على الجبال. طبعا الشقة قريبة جدا جدا من جميع الخدمات، ماشي يعني مش محتاجة سيارة نهائي. وعندي هنا دي الغرفة التانية تحت برضو ماستر، وفيها الحمام الخاص بيها. وعندي دي الغرفة، غرفة مساحتها كويسة، السرير ما شاء الله كبير، الدولاب. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. عندي هنا في الطابق دوت ثلاث غرف وصالة، وعندي غرفتين ماستر. عندي هنا دي غرفة برضو ماستر فيها الحمام الخاص بيها. يجي بعد كده دي غرفة كمان رقم أربعة، دي الغرفة الوحيدة اللي مش ماستر في الشقة. وعندي هنا دي الغرفة رقم خمسة برضو ماستر فيها الحمام الخاص بيها. وعندي هنا دي الصالة، هي غرفة بس عملوها صالة. عندي هنا دوت التراس، التراس مساحته كبيرة مقفول ازاز. عندي هنا طلة الجبال،
وهناك عندي البحر طبعا، هو مش باين عشان خاطر الجو. طلة البحر دي ما تقفلش عليا نهائي، طبعا الجو احسن من كده، المطل جميل جدا. ده هنا التراث زي ما انتم شايفين، وعندي هناك ده المسجد الكوتيين.